جميعا على ضمان الاستقلال التنظيمية والفكرية والبرنامجية لهذه الجمعية الفتية، والمساهمة الجماعية في صيانة هذا المكتسب ودعمه وتدبير أدوار فاعليه. أيتها السيدات، أيها السادة، هذه الثانوية خلال المدة الأخيرة على صفة ثانوية التميز رفقة مؤسستين تأهيليتين بالمغرب، وهما مؤسسة ثانوية مليوس بالرباط وثانوية وادي الذهب بإقليم جرميل، بناء على الملفات المقدمة. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ الجميع على تحقيق هذا المكسب لصالح أبناء الإقليم وحفظة محمد عبد الكريم الخطابي، مع التأكيد على أن هذا التتويج هو ثمرة جهود متواصلة انطلقت منذ سنة 1968، حيث ساهم فيها الجميع من إداريين وأساتذة وتلاميذ قدامى وجدد وجمعيات الآباء وكل من له الغيرة على مصلحة هذا الإقليم والوطن. ونتيجة لهذا التتويج ستستفيد المؤسسة من برنامج إصلاحات هيكلية كبرى حدد اعتمادها المالي في 15 مليون درهم، وستبدأ الأشغال في الأسابيع القليلة المقبلة. فالمطلوب منا جميعا كإدارة التربوية وهيئة التدريس ومؤسسات المجتمع المدني أن نساهم جميعا في دعم هذه التجربة التي تراهن عليها الوزارة من الدولة من أجل إنتاج نخب علمية قادرة على الفعل في المجتمع وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وسيرا على نفس النهج، على نهج الانفتاح والمشاركة، سيتم إحداث نادي علمي لأول مرة في إقليم الناظور بالجهة الشرقية، نادي سيخصص لتقوية القدرات المعرفية لتلامذتنا الأعزاء في مواد الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. وهذا النادي سيتم إحداثه بشراكة مع الأكاديمية أو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وسيتحقق هذا المكسب بفضل جهود زميل لكم كنا نتمنى أن يكون حاضرا معنا، وهو الأستاذ مصطفى مسمنة. فباسمكم جميعا نحيي الأستاذ مسمنة على هذه المبادرة الطيبة التي سيستفيد منها ليس فقط تلاميذ المؤسسة بل تلاميذ جميع المؤسسات بالإقليم. وأخبركم ثانيا أن الأستاذ مسمنة بتنسيق مع زملاء لكم داخل اللجنة التحضيرية يعمل جاهدا من أجل توسيع الفضاءات العلمية بالإقليم، خصوصا المتعلقة منها بالتعليم العالي. وفي نفس الاتجاه فإن الإدارة التربوية عاقدة العزم على بناء شراكات حقيقية وواسعة مع مختلف المتدخلين لتحسين جودة التعلم والتمكن من اللغات والتربية على سلوكات المواطنة وحقوق الإنسان. أيتها السيدات، أيها السادة، أبناؤكم وبناتكم ينتظرون منكم المزيد من الدعم والمؤازرة، وأبواب المؤسسة مفتوحة لكم ومعتزة بكم، فأهلا وسهلا بكم والسلام. أزيد من 40 سنة على تاريخ إحداث ثانوية محمد عبد الكريم الخطابي بالناظور، يبدو أن تأسيس هيئة مدنية خاصة بأبناء المؤسسة المعنية
قدماء التلاميذ والتلميذات وهم اليوم شخصيات وطنية وأطر عليا آل التكوين والجدارة المهنية أمر عاجل ولا يحتاج إلى إثبات أهميته الاستراتيجية سواء بالنسبة لمؤسسة التربوية عليها كثانوية عبد الكريم الخطابي يفترض أن يحافظ على إشعارها ووضعها الاعتبار داخل المجتمع المغربي وعلى مستوى المدينة والإقليم أو بالنسبة للإقليم والجهة ذاتهما باعتبارهما يوجدان اليوم مفتوحين في وجه السياسة تنموية وأوراق الأمم تعيد بتحويل المدينة ووسطها الحضري إلى مدينة عصرية تمتلك كل مقومات التحضر والمدنية. تحتاج مدينة الناظور اليوم وهي في قلبها للتحولات الهيكلية لإقليمها ولوسطها الحضري إلى هيئة مدنية تتشكل من أبنائها الغيورين على مصالحها ومستقبلها وإشعاعها الوطني والمتوسطي من أجل مساهمة الفعالة في تنشيط هذه الحركة السريعة من التحديد والعطرنة والذي يعتبر هؤلاء بحسهم المدني الرفيع أنهم يستطيعون تطوير هذه التجربة وهذه المسارات من التجديد بخبرتهم الأكاديمية والمهنية العالية الجودة وبتواجد قوي والمسؤول في قلب السياسات العمومية الجامعية وهم يضعون لكل اعتزاز وافتخار خبرتهم وتكوينهم رهن إشارة المؤسسة وفي خدمة المدينة ومستعدون للتحول إلى قطب مدني قوي يرعى مستقبلها وتألقها من منظور اختصاصهم ومواقعهم الإدارية أو المهنية الوطنية والدولية.